السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. عواشركم مبروكه باش ما تمنيتوا ان شاء الله رمضان على الابواب، يدخل عليكم الصحه والسلامه وبكل ما كتمنوا. هذا اليوم الثاني او الجزء الثاني ديال من الفيديوهات اللي قدمت على مدينه الصويره. بغيت نبدا لكم من الاول ديال النهار، كيفاش كيدوز الصباح، كيفاش كندوزوا النهار ديالنا. فاول حاجه كنديروا كنوجدوا راسنا، كنهبطوا الفطرو او كنطلعوا هذه المره لان الفطور كاين في لاتيراس الفوق، فكنطلعوا نفطروا، كنستمتعوا بالفطور الزوين صراحه، كاين تنوع كبير في الماكولات وكل شيء. ومن بعد كنستمتعوا بهذا المنظر الزوين اللي كيبان من فوق ديال الاوتيل او الرياض. الرياض سميتو لي غومبار، غادي نخلي لكم السميه ديالو لتحت بالنسبه للناس اللي بغاو يجلسوا فيه. هو زوين بزاف وكيطلع على منظر زوين بزاف، وحداه كل شيء زعما الدرب ديالو، حداه كل شيء، المحلات ما بعيدش بزاف وممتع بزاف. كيف ما كتعرفوا هذه المدينه هذه معروفه بحال كل المدن التقليديه والمدن العريقه المغربيه بالصناعه التقليديه وبالتجاره ديال الاشياء التقليديه بحال الخشب، بحال الزرابي ديال داك ديال الصوف، يعني كاين بزاف ما يتشرى وكاين بزاف ما يتشاف في هذه المدينه. فهنايا غادي نمشيو نزورو منطقه مهمه وتاريخيه اللي سميتها السقاله. هذه المنطقه هذه لابد انكم تزوروها، يعني ميمكنش تجيو لمدينه الصويره وما تطلعوش للسقاله اللي كتعتبر واحد القلعه قديمه كيرجع التاريخ ديالها لعهد البرتغاليين. يعني كانت منطقه استراتيجيه وموقع استراتيجي تمثل فيه بزاف ديال الافلام، ومن بينهم جيمز اوف ترونز، يعني تمثلوا بعض الاجزاء منه في هذا الفيلم هذا، وحتى انا بغيت نمثل زعما فيه شويه. فصراحه كان ممتع، يعني دوزنا فيه وقت زوين، وتقدروا تشوفوا منه يعني الغروب ايضا والشروق ديال الشمس وحتى المنظر ديال البحر زوين بزاف. بعد ما سالينا الجوله ديالنا في السقاله والمناطق اللي قريبه للسقاله في وسط المدينه القديمه، مشينا نقلبوا على فين غادي ناكلوا. وحنا كندورو لقينا هذا السماك، هذا سميتو سماك موغادور. في الاول بلينا بسيط، يعني ما توقعناش انه غادي يكون فيه ماكله زوينه، ولكن تفاجئنا في الاخر باللي عندهم دجاج بنين بزاف، وخصوصا انه بالمريقه وبالزيتون جا بنين بزاف، وحتى الشلاضه كانت زوينه وبنينه بزاف، والثمن كان مناسب. دجاج ب 100 درهم دجاجه كامله، وكانت زوينه بزاف صراحه. ومن بعدها مشينا كنضربوا دوره عاوتاني فصل المدينه القديمه اللي فيها كنلقاو بزاف ما يتشاف، وكما قلت ديما وبزاف ما يتشرى عاوتاني ديال المنتوجات بحال هذا الشيء. الطبوقه كاين بزاف صراحه، بحال الخشب كاين يعني تنوع كبير بالنسبه للناس اللي بغاو يشريو الكادويات او لو يشريو شي حاجه للدار تذكارات من هذه المدينه هذه، كاين بزاف ما يتشرى. وراني خليت لكم فيديو حطيته ديجا من قبل، نخلي لكم تحت على المشتريات ديالي من هذه المدينه، شنو شريت وشنو جبت من تما. خليت فلوسي كلها وجيت صراحه، ولكن ماشي مشكل، المدينه كتستحق. ودابا نخليكم مع هذا المنظر الزوين ديال الغروب. ومن
بعد ما استمتعنا بالغروب ديال الشمس مشينا لواحد المطعم سميتو باستا بلادين اللي كاين حدا السقاله. مطعم كيقدم باستا ومأكولات الايطاليه وديسير ايطالي. بنين صراحه بزاف، الماكله ديالهم بنينه وكاين يعني تنوع على مستوى الاطباق ديال الباستا. ومن بعد هاد العشاء الزوين هذا غادي نخليكم مع واحد مقطع من واحد المغنيه اللي معروفه بزاف في مدينه الصويره اللي سميتها هند النعيره، ونخليكم مع مقطع من اداء ديال هاد المغنيه الزوينه والصاعده هند النعيره والفرقه ديالها.